أول اللي هو بالنسبة لنا ترى طلعوا معلومة إن 3% من سواحل البحرين اللي بقت في الخزينة العامة. ولا أنا سمعت من عن طريق البحث لما سألت جماعة إن أول شيء ولي أحد الملك أول ما جاء الحكم بغير كم من أراضي البحرين بقت في الخزينة عشان يتم توزيعها، يعني شنو تظل في جيبي إن أقدر أوزعها يعني. فجابوا شركة عشان تسوي مسح على الأراضي بشكل عام عشان تعرف. طبعا احنا تفاصيلنا كم بقت اساس موضوع الدفان، وبعدين يعرف انه شلون يوزع الاراضي بين ابنائه وما الى ذلك. بس الغريب انه سببت هاي المعلومه فقط من التقرير انه 3% من السواحل العامه فقط. فبعدين جماعه في الوفاق اتذكر سالتهم ما طالبوا في البرلمان عن عن هذا التقرير عن البحث بشكل عام، قالوا انه حصلوا 10 اوراق من التقرير الكلي. ما حصلت على 10 اوراق اللي حصلوها، بس قالوا هذا الشيء الوحيد اللي طلع من ناحيه يعني من جانب الاراضي فقط. فما عرفت انه في تقرير هيكلي اكبر يشمل اشياء اكثر، يعني تريدين نتكلم عن التقرير هذا اكثر؟ اي بالضبط، شنو هل هو نفس التقرير مال الملك؟ صار في تقرير مال الملك الدوله في فتره البرلمان. السؤال بتاع اسكدمور هذه يا اخوي، هذه هذا اللي بيطلع في الصحف وبتطلع في تصريحات الكعبي وقبله وزير والكلام اللي انه احنا عايزين نفهم، هذه كلها مجرد يعني tip of the iceberg، ملهاش حتى طلعت من مجلس التنميه الاقتصاديه كتيب عن المخطط الهيكلي، انا من قرب اضحك. لكن حتى العشر محاور اللي هو بيلخصها موجود، يعني ممكن ابعث لكم نسخه منه، يعني ده ما لهوش علاقه بالمخطط الهيكلي، لان المخطط الهيكلي لا يتحدث عن الارض. المخطط الهيكلي يتحدث عن الارض كموري، ويتحدث عن التخطيط، ويتحدث عن السكان، ويتحدث عن الهويه، اي هويه البحرين، كيف اعاده هويه البحرين، ويتحدث عن كيف نحرس هذه المستوطنات. لعلمك يعني انه في سكشن كامل عن دور الامن، وانا هنا في نقطه ما تكلمت عنها هنا عن ما هو الامن يعني في البحرين. طبعا شفتها، هي 27 فوليوم لعلمك، يعني حاجه كده مخيفه يعني. اللي طلع ده عباره عن علاقات عامه، لكن انا اعتقد بانه هذا يعني انت مستحيل في اي دوله في الدنيا تخطط مستقبل اجيال. طلعت عليه لكن هل بحوزات؟ لا لا لا، هو من اسرار الدوله يعني، ما بيطلع من الديوان الملكي اصلا يعني. هي 27 فوليوم، ال 27 فوليوم يعني بيطلع يعني دراسة تفصيلية مش دراسة. بس السؤال المتاخر اللي انت سربته، انا ما تكلمت قبل كده عن هذا المخطط. هذا كان وحيد لبحوزتك، ما كان عندي اشياء اكثر عندك اكسس اليها. ما فيش حد بيطلع هذه النسخة اللي موجودة، تحولت من مجلس التنمية الاقتصادية للديوان، ما موجودة في الديوان الان، من اسرار الدولة. لانه الحصل الاتي، السؤال كان في سنة 2006 بعد ما انا طلعت من البحرين، الملك اصدر قرار باعتمادها. تصور انه النقاش اللي انا شاركت فيه بانه شعب البحرين يجب ان يشارك منظمات واحزاب ومجتمع مدني وكله to be involved في هذه الاستراتيجيه، هذا كان وجهه نظري انا من كانت هي مخترعه. انه بدون اشراك المواطن البحريني في تحديد مصيره ومستقبله، في النهايه شالوا الموضوع اخطوه للديوان الملكي، من الديوان الملكي تحول الى مجلس التنميه الاقتصاديه، وتم امضاء اتفاق ب 6 مليون دولار مع SOM في انها تعمل الاتفاقيه، وعملت الدراسه وما فيش حد يطلع عليها. مجلس النواب من ناس الوفاق وبعض السنه الاعضاء علي احمد وغيره، هسه الغريبه قبل شهرين ولا حاجه علي احمد في مجلس النواب سال انه وين هذه، لانه حتى السنه شعروا بانه في حاجه خارج يعني. هسه الناس اللي بيستوطنوا في ديار المحرق ولا في دره البحرين ولا كده، دي الشخصيات انتوا ما شفتوهم، لان هذه مبنيه اصلا كمستوطنات بمفهوم المستوطنه. وانا قبل ما اشرت انه هذه الشركه عندها مفهوم المستوطنات، لانه هذه الشركه بتبني في اسرائيل يعني. لان انا قاعد ادور فتره انا بحصل الدراسه الاصليه. ما بتقدر في شركه سكيدمور شركه مسح، وهي يعني ما شركه مسح، هي شركه هندسيه معماريه. هندسيه معماريه الا يعني مو خلافا على اللي معقوله. في شركة أول هي تعمل دراسة، بعدين هي تنفذ، الحكومة تحولها أنها أيضا تكون المنتجة. لا، اللي نفذ تم مضي عقد مع شركة أخرى اسمها أتكنز. وكيل شركة أتكنز هذه هو هشام البجيري اللي كان مسؤول عن جريدة الوطن.
هذا يعني فصل الانجليزي اتس سيفير استيبالي ويكتر عن ديفلوبر، يعني عاده هالثلاثه الادوار اللي تصير اكبر من كده. اوكي، شركه سكيدمور خدت يعني شركه سكيدمور شركه يعني ضخمه جدا بمليارات الدولار، يعني مش شركه صغيره، ولكن هي شركه ما بتنفذ. هي انا مش عايز ادخل في كلام تفصيلي يعني، لكن هي مش شركه منفذه، هي مخططه. الشركه المنفذه تم مضي عقد مع شركه اتكنز اللي بنت المرفأ المالي، شركه اتكنز لتنفيذ المخطط. ولكن المخطط الهيكلي انا الان خدت بعض المعلومات هنا لانه اعتقد بانه من اولويه المطالبه به. ولو رجعت لكل المحاضر بتاعت المجالس البلديه او الاستجوابات في 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 في, في مجلس النواب او غيره، ما فيش حد يجاوب على هذا السؤال، ما هي تفاصيل المخطط الهيكلي؟ لانه انا شخصيا كنت بعتقد بانه لما كان الفكره كان مجرد بروبوزل، يعني انه هذا المشروع بمعرفتي انا وشو التدريب اللي انا بعرفه، يعني انه هذا المشروع بيتعلق على مستقبل البحرين. لما انا قلت انه هذا المشروع بنية الفرضيه الاساسيه بتاعته على انه عدد سكان البحرين سنه 2030 يكون 2 مليون مواطن، والشيعة يكونوا فيه 30%. بعد ذاك عملوا الدارين، تعملوا عايزين استفتاء جدا حاضرين. طيب واضحه